حاجة يلا نبدا عشان نخلص. Is red stain blood or not؟ ما تشوفش. عايزة اعرف النقطة الحمراء دي دم ولا مش دم؟ ما جايز يكون مثلا كاتشب، جايز يكون مثلا عصير طماطم، جايز يكون مش عارفة شربات ورد ولا يعني ها؟ جايز ميكروكروم، يعني فانا عايزة اتأكد البقعة دي دم ولا مش دم؟ بعد ما اعرف انها دم، طب ده دم بني ادم ولا حيوان؟ بعد ما اعرف انه ده دم بني ادم، هل belong to any person؟ اني شخص هو اللي صاحب الدم ده؟ اضرب فين بعد الشهر ده بصفحة كام ده؟ 30. طيب نبتدي نسأل بقى أول سؤال، is red stain blood or not؟ دي أول سؤال عندنا، عايز أعرف ده دم ولا لا؟ أعرف منين بقى؟ قال لك والله في حاجات بدائية ومش متأكدة منها اسمها preliminary test، وفي حاجات بحلف بالله العظيم إن ده دم confirmatory test. Preliminary test it is good negative and not positive. لأنها اعتمدت على enzyme في الدم اسمه oxidase enzyme. إيه preliminary test؟ ثلاثة تست. حاجة اسمها guaiacum test، حاجة اسمها sensitivity test، حاجة اسمها phenolphthalein test. فينول فيتالين تست او بنسميها الكاتل مير تست. يبقى انا عندي ثلاثة تست بس مش مضمونين. يعني ايه الثلاثة تست دول؟ يقدر اكسكلود ان ده دم، يقولك ده مش دم، ولكن هل يحلف ان ده دم؟ لا ما يقدرش يحلف. ازاي؟ انه بيدور على الانزايم اللي موجود في الدم اللي يسمى اوكسيديز. ازاي بقى؟ ان انا بجيب الريجنت بتاعت كل تست، كل واحد ليه الريجنت معين، خلاص. طب الريجنت دي لو انا حطيت عليها البقعه اللي انا شاكه ان فيها دم، لو هي دم فعلا يبقى لازم فيها اوكسيديز انزايم، واجي احط ال H2O2، ال H2O2 دي اوكسجين دونر، بدي انا بعمل بهيئ جو الاوكسيديشن. لو حصل ان الريجنت اللي موجود ده اتغير لونه، اقول بس يبقى الريجنت حصل له اوكسيديشن، بس يبقى البلاد كان فيه اوكسيديز انزايم، او النقطه دي كان فيها اوكسيديز انزايم، النقطه دي ها. فمعنى ان فيها اوكسيديز انزايم اقول يعني احتمال يكون دم، لكن لو ما كانش فيه اوكسيديز انزايم وما تغيرش لونه او ده اكيد مش دم. فعشان كده تقول جود نيجاتيف اند نوت بوزيتيف، ينفي، يقول لك ده مش دم، ولكن هل يحلف ان ده دم؟ لا ما يحلفش. ليه؟ لان الناس قالت لي على فكره مش الدم بس اللي فيه الاوكسيديز، ده ممكن في بعض من العصائر الفواكه بيبقى فيها اوكسيديز انزايم. ده على فكره في بعض من نقول مثلا المواد الصبغات الدوي، بعض من الصبغات بيبقى فيها اوكسيديز، فده ما ياكدش ان ده دم، خلاص. لكن عدم وجوده، عدم تغيير اللون يؤكد ان ما حصلوش اوكسيديشن، يبقى يؤكد ان ما كانش فيه في النقطه دي اوكسيديز انزايم، خلاص. تمام يا ولاد؟ طب الجواياكم بالجي هيتغير لونه للجي جرين، البنديدين بالبي هيتغير لونه للبي بلو، الفينول فيتالين بالبي تقيلة هتتغير لونه البينك كولر. يعني ايه هو ده؟ انا بشوف الاوكسيديشن ازاي؟ بشوف الاوكسيديشن بتغيير اللون. يعني انا عندي جوانياكم ساعة ما بجيب الريانجنت، بجيب الريانجنت مثلا لونها براون، احط عليها النقطة الحمراء دي اتقلبت وبقت جرين، اقول بس يبقى الريانجنت عندي حصل له اوكسيديشن. يعني ايه حصل له اوكسيديشن؟ يبقى النقطة اللي عندي دي كان فيها اوكسيديشن، خلاص. بس هل النقطة دي احلف انها ده؟ لا مش مضمونة انها ده، لانها موجودة في حادثتي كيف. عشان كده بنقول دي ايه؟ preliminary. تعالي بقى للconfirmatory. لا والله العظيم ده ده ازاي؟ بثلاثة تاس، حاجة اسمها microscopical test، حاجة اسمها spectroscopical test، حاجة اسمها microchemical test. هم دول الثلاثة تاس اللي احلف بيهم. الثلاثة تست اللي احلف بيهم اتفقنا اسمهم ايه؟ confirmatory. طب تعالي نتكلم على التو تست
الاولانيه. مايكروسكوبيكال تست، المايكروسكوبيكال تست ده اعتمد على وجود الار بي سيز، بمعنى على وجود الفراش ستين، لازم يكون فراش بلس. هيفيدني في ايه كمان؟ يطلع لي الشخص ده مان اور انيمال، الدم ده بتاع بني ادم ولا حيوان. ازاي؟ عندي ثلاثة سلايد هما دول اللي نازلين في العمل، دوريات مدورة كده وما فيهاش نيوكليوس راوندد اند نو نيوكليوس. اول ما تشوفيها طبعا لازم تقولي دي ار بي سيز، والار بي سيز بتاعت مين؟ بتاعتي اوف مان. يبقى بصي ها التست ده اعتمد على انه بيدور على الار بي سيز وشكل الار بي سيز، شيب اوف ار بي سيز. لقاها مدوره وما فيهاش نيوكليوس يبقى ده دم على طول، وكمان بتاع بني ادم. طب لقاها اوفال يبقى على طول ده بتاع مين؟ بتاع حيوان. يبقى الاوفال ار بي سيز يبقى انيمال عربي. ولكن قال لك انا عندي نوعين من الانيمال، عندك نوعين من الانيمال؟ اه. عندي نوع اسمه ماميليان، الماميليان ده زي المان اللي هو بيولد، لازم الماميليان يبقى زي المان من غير نيوكليوس. اما النون ماميليان اللي بيبيض هو ده اللي بيبقى نيوكليتد ار بي سيز. يبقى شفت الميكروسكوبيكال تست قال لي ايه؟ قال لي ان دول دم، اه والله العظيم دول ار بي سي، وكمان ده بتاع بني ادم، وكمان ده بتاع حيوان. ونوعه ايه؟ نوعه ايه؟ اتفقنا النون ماميليان اللي بيبيض البيضة اللي هو زي الفرخة الهني، تمام؟ طب ما انا عندي افتكر كده البيضة اهي بياض جواها صفار، طب ما خليتها كده خلية جواها نيوكليوس، يبقى الخلية اللي جواها النيوكليوس دي بتاعة البيضة بتاعة الفرخة. ها انا دايما اقولها كده عشان ساعة العملي لما تيجي تشوف النيوكليوس اكتب على طول دي نون مانيليا، اتلخبطتي اكتبي بتاعة هام وخلاص. الفرخة اللي هي البيضة جواها ايه؟ صفار. ادي خلية جواها النيوكليوس. اما التانية زي البني ادمين الماميليا، هي اي نعم اوفر ها مختلفة عننا ولكن نون نيوكليوس. طب يبقى كده مايكروسكوبيكال تست كتر خير ومعرفني بس في حاله فلاش بلس. طب ادخلي لي بقى على الستاتيوسكوب. الستاتيوسكوب ده برضه وظيفته نعرفني ده دم ولا لا، مش كده؟ بس المره دي اعتمد على هيموجلوبين اند هيموجلوبين رادر، مش على الار بي سي، يعني ده يمشي في الدراي ستي بقى، تمام؟ تاني حاجة اهي بالاسف اهي بيشخص لي وجود السموم، يشخص لي ان الدم بتاعك كمان فيه سم، الدم بتاعك فيه بايسر، انت متسممة بالكربون مونوكسيد، متسممة بالنيترايت، النيترايت تعمل دم مصدي اسمه مات هيموجلوبين، دم بني اسمه مات هيموجلوبين، خلاص؟ طب تعالي ايه حكاية الاستاتيوسكوب؟ انت عليكي طبعا البلاط غير كل سنة، البلاط عندك الشخص الوحيد اللي مضغوط، فمش عليكي بالتفصيل زي سنين اللي فاتت. فهديكي فكرة على قد اللي مكتوب في الكتاب، خلاص؟ لغاية ما طبعا لما نزل ام سي كيو في حاجة جديدة، بس هو انا ما هلتزم بالكتاب وحتى مش بالمحاضرات، الكتاب المكتوب عندي هجيب منه، مش هجيب حتى لو في زيادة او شيء، خلاص؟ فاحنا خلينا طبعا كده لغاية الكتاب الاسبكتروسكوب ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن جهاز زي ايه؟ زي تلسكوب كده، خلاص؟ صغير كده زي مايك، اوكي؟ الجهاز ده جواه بريزم بيحلل الضوء، يعني ادي الشمس اهي، انا لما اجي ابص كده على الشمس يحصل ايه؟ بشوف جوه ايه؟ بشوف الشمس اتحللت للاضواء بتاعتها، ريد اورنج جرين الوان الصيف كلها. فاللي انا بشوفه بيبقى سكرين كده، تمام؟ بشوف كل الوان الصيف قدامي هي متقسمه لاينز كده، وبص الاقي بيبقى شكل جميل قوي، ده لون احمر، ده لون مش عارفه ايه. احنا اللي يهمنا اللون الاصفر، المنطقه اللي بتقع ما بين اللاينز دي احنا مقسمينها، ده لاين A، ده لاين B، ده لاين C كده. احنا اللي يهمنا المنطقه اللي في النص دي اللي بين ال D وال E لاين، ال D وال E لاين دي المنطقه الصفر، هي دي اللي بيحصل فيها التغير. خلاص؟ يحصل فيها تغير ايه؟ انا دلوقتي ماسكه الفاكسكوب وادي الشمس اهو، عندي زرار كده اقعد اظبطه لغايه ما تظهر لي الشاشه دي الالوان دي، يبقى انا ظبطت البريزم بتاعي وحللت الضوء صح وعندي الوان باينه، حلو كده؟ طب انا دلوقتي هجيب بقى الانبوبه
في انبوبه عندي انا ما اعرفش هي دم ولا لا، هما جايبينها لي بيقولوا لي ما تشوف لنا الانبوبه دي فيها ايه، دي عصير طماطم ولا فيها دم. فانا جايبه الانبوبه دي سي تمام، هعمل ايه؟ اجي جهاز وادي الشمس هقول مدخله الانبوبه ما بيني بين ايه؟ بين الشمس والانبوبه مش كده؟ متعلمين من الفيزيكس ان في ريز هتعدي وفي ريز هتنطق وفي ريز ها؟ في ريز هيطلع ريفلكشن وفي ريز هيطلع ريفراكشن وفي ريز هيطلع ابزوربشن. اكوردنج لايه؟ للويف لانث بتاع السائل اللي جوه. خلاص؟ طيب احنا عندنا بقى الدم الهيموجلوبين دريفيتيف ليه ويف لينث معين، يعني ايه؟ الاكتي هيموجلوبين ليه ويف لينث معين. طب الكربوكسي هيموجلوبين ليه ويف لينث معين. طب النكلي هيموجلوبين ليه ويف لينث معين. فانا بعرف الانبوبه دي فيها ايه بالظبط من المنظر اللي هيطلعني على الشاشه. يطلعني على الشاشه ايه؟ يطلع لي تو بلاك بيلت، عمودين سود بين الدي والاي لاين، بنسميهم تو ابزوربشن باند، في عمودين سود يطلعوا لي بين الدي والاي لاين. المكانين السود دول اول ما اشوفهم اقول بس يبقى الانبوبه بتاعتي فيها اكسي هيموجلوبين، لان انا عارفه ان الاكسي هيموجلوبين الويف لينث بتاعها كذا وبيحصل ابزوربشن كذا، يديني المنطقتين دول سود ما يبانش فيهم اللون. خلاص؟ طب لو كاربوكسي قالك يديكي نفس العمودين بس شفت تو ذا اي لاين شكلهم مختلف. طب لو مش عارفه ماتي هيموجلوبين ما يديكيش العمودين السود، لا يديك كل المنطقه دي تبقى سودة. ها انتوا مش عليكم، انتوا مش عليكم السنه دي تعرف ده بيدي ايه وده بيدي ايه، السنه فاكر كل حاجه بتدي ايه. انت السنه دي مجرد تعرفي ان التغير بين الدي والاي لاين، التغير بين الدي والاي لاين اللي هي المنطقه اليالو الفاتحه، لو شفتي فيها خطوط سودة او عندان سودة بنسميها ايه؟ دي الابزوربشن باند. تتاكدي ان الانبوبه دي فيها هيموجلوبين، هيموجلوبين اي هيموجلوبين دريفيتيف بقى، اوكسي ولا كاربوكسي ولا نوعها ايه بالظبط. كاربوكسي يعني استنى بالكربون اوكسيد، يمكن هنقولها في الكربون اوكسيد ان انا بشخص الكربون اوكسيد بايدنج بالسبكتروسكوب. طب اللي عنده نيترايد بايدنج استنى بالنيترايد بشخصها بالسبكتروسكوب، اللي بيجي مادة اسمها نادي هيموجلوبين. بتعرفي انها نادي هيموجلوبين ليه؟ عشان ببص على الدي والاي لاين تديني عندها شكلها غريب انا حافظاها. فاهمين يا مام؟ يبقى معنى كده بالباكتروسكوب قال لي ان ده دم، الانبوبه دي دم، ما تقوليليش فيها كاتشب، لا ده دم، ده فيها هيموجلوبين دريفيتيف، وكمان قال لي ان هيموجلوبين شبك في ايه؟ يعني ايه؟ سيل دايجنوزيس اوف بوينتنج. طب اهمهم بقى عن الاغلاق طبعا او اللي بيجي كتير طبعا المايكرو كيميكال تست، وده هيجي في العملي هنعلم عليه طبعا. المايكرو كيميكال عباره عن عملي برضه ونظري. طيب ايه المايكرو كيميكال تست بقى؟ المايكرو كيميكال تست ده بس اعتمد على برضه الهيموجلوبين دريفيتيف، يعني هو للدرايف ثينج، هعمل كيميكال رياكشن يعني. المايكرو كيميكال تست عندي تو تست، حاجه اسمها تاكايانا تست وحاجه اسمها تايشمن تست. يبقى المايكرو كيميكال حاجه اسمها تاكايانا تست وحاجه اسمها تايشمن تست. اتفقنا ديبند ابون ايه؟ ديبند ابون وجود الهيموجلوبين، اعتمد على وجود الهيموجلوبين والهيموجلوبين دريفت الصح. طيب احنا اتفقنا الام بتاعه ايه؟ الام بتاعه يطلعني ان ده دم ولا مش دم، بلاد اور نوت. طيب نمره ثلاثه قولي لي بتستخدمي ري ايجنت ايه؟ هو انا بستخدم ري ايجنت؟ اه ما انت قلتي مايكرو كيميكال، يبقى في كيميكال رياكشن. تمام؟ ليه؟ احنا اتفقنا الايه بتاعي ان انا اعرف ذا بلاد اور نوت، بس قصدي على الدراي ستين. في دراي ستين بقعه على رقبتي، عايزه اشوف الدراي ستين دي بلاد اور نوت. عشان احولها لفراش لازم احط عليها كيميكال رياكشن، احط عليها ري ايجنت. خلاص؟ طب احط عليها الايجنت ايه؟ قال لك هو الدراي بلاد ده يسيح بايه؟ يدوب بايه؟ يا الالكالز يا الاسيد، هم دول اللي يدوبوا. يبقى الري ايجنت ايه بقى؟ انت بتقولي تاكا 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 في واضحه هي دي الري ايجنت بتاعتها الالكالز، اما التايشمنت الري ايجنت هي الاسيد.
يبقى التاكا اللي فيها كي هحط عليها ريجنت الكالي. اما الثانيه هي اللي هحط عليها ريجنت اسيد. طب عشان في الاخر هتقولي لي البروسيجر. البروسيجر بتعملي ايه؟ بعمل بجيب سلايم واحط الريجنت اللي انت جايباه الكالي واحط بقعه الدم اللي انا مش عارفه دي دم ولا لا. بقعه الدم فيها تحضير معين كده نعملها سكراتشنج كده ونقعد نفتفتها كده تبقى حتت ونحطها على السلايد ونعمل ايه؟ نسخن. بس تسخني بالراحه اوعي تغلي. مايلد هيتنج هنا نفس الكلام ري ايجنت وبلاد ومايلد هيتنج. عشان النابت هيديكي ايه؟ ايه الريزلت بتاعتك؟ الريزلت بتاعتك انت حطيتي الكالي مش كده؟ حطيتي الكالي على ايه؟ على البقعه اللي مانيش عارفه دم ولا لا. لو هي دم فعلا هتديكي ريديوس الكالاين هيماتين. هيماتين 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 دي جت منين؟ من عصير الطماطم؟ لا اكيد من الدم. يبقى الريزلت ايه؟ ريديوس الكالاين هيماتين او بنسميه اسم تاني هيمو كروموجين. كي 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 عشان لو جيت الام سي كيو هيمو كروموجين ده بتاع التاكا يا ما بتاع الالكالي. تاني ايش حضرتك انه ديك ريديوس الكالاين هيماتين؟ ان انا شفت تحت الميكروسكوب مع السلايد وانا بسخن شفت تحت الميكروسكوب حاجه كريستال كده عامله زي الورد فبتقول بينك كريستال اوف رودد شيب او فادر شيب. ها بيبقى لونها في الغالبيه بينك باينه فيها الكيل ورد الاحمر ده يبقى بينك رمز الكريستال ارينج رمز شيب او عامله زي الشجره او عامله زي فرع الريشه. ها ودي حكيتوها في العملي. يبقى مره ثانيه التاكا اللي فيه كيل بتاعت الكالي اللي فيها كيل تطلعي الكالاين هيماتين لو البقعه دي بيعمل فيها دم. ايش عرفك ان دي كريستالز اسمها الكالاين هيماتين؟ ان انا عارفه ان تحت الميكروسكوب هتديني كريستالز عامله زي ايه؟ زي الورد اسمها ايه؟ بينك كريستالز اوف ريديوس الكالاين او هيموكروموجين. بنسمي كريستالز دي هيموكروموجين. خلاص؟ طب تعالي بقى لو اسيد نفس الكلام بس المره دي انا استخدمت اسيد. في الاخر هيطلع لي حاجه اسمها ايه بقى؟ اسيدك هيماتين. ايه ده طلع هيماتين يعني دم بس المره دي بالاسيد. اسيدك هيماتين او احيانا نقول عليه ايه؟ هيمين هيدروكلورايد عشان نستخدم هيدروكلورايد. هيمين هيدروكلورايد انت لو في النظر كتبتي اسيدك هيماتين خلاص صح. في النظر كتبت ريديوس الكالاين هيماتين خلاص صح. بس انا بقى لا بقى يجي لك في الام سي كيو طلع لك هيموكروموجين فانت عشان ما تصنعش هيموكروموجين دي بتاعت الكي الكالاين. اما الثانيه فتحه نفسها هيمين هيدروكلورايد دي بتاعت الاسيد. خلاص ايش عرفني دي بتبان ايه بقى؟ الكريستالز اللي تحت بتبان ايه؟ بتبان رومبويد شيب كريستالز كده عامله زي رومبيك شيب بس بيبقى لونها براون. يعني اللازمه ليها او الكاركتر ليها ان بيبقى دايما لونها براون ولكن الرومبويد شيب مش دايما بتشوفها بقى. يعني تحت الميكروسكوب ما بيبقاش براون. اللي بيظهر تحت الميكروسكوب عباره عن ايه؟ خطوط بني كده. ها؟ عصيات بني كده. فدي طبعا في العملي كل واحد لما يجي الراوند بتاعها هيشوف. ده طبعا عندنا التكرامة والتايشمنت في الاورال طبعا مشهورين جدا جدا جدا. ام اس كيو هيبقى مشهور ريتن. بص الريتن انا مش عايزه حد يبقى البلوك كله مهم. الصفحه دي كلها مهمه كريتن. الام اس كيو على قد اللي مكتوب غير طبعا زي ما احنا اتفقنا الاسبوع الجاي هينزل الكتاب هنبقى نسيت بقى نحل بقى كل شكل. طب يبقى كده خلصنا ايه؟ اول سؤال is red stain blood or not. ادخلي بقى عايزه اعرف. طب انا عرفت ان ده دم قولي لي بقى ده دم بني ادم ولا دم حيوان؟ يبقى ده تاني سؤال. human or blood اظن انا لسه مجاوبه دلوقتي. human or animal جاوبتها بالميكروسكوب قلت لكم لو لقيته راندد وما فيهوش نيوكليس يبقى ايه؟ human. لو لقيته اوفن يبقى ايه؟ انيمال. طب لو لقيته اوبن وما فيهوش نيوكليس ما مين ما يعني خلاص. لو لقيته فيها نيوكليس يبقى دي الفرخه. خلاص طب نيجي هيومن اور انيمال. اتفقنا مايكروسكوبيكال اهم حاجه ان انا
نمبر 2 طبعا بريسابل سنتس. فاكرين بريسابل سنتس معناته ايدنتيفيكيشن، علم عليه طبعا بيجي كان نظري كتير جدا 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 في البون، بس قلنا كده كروته في البون ان هم هنقول بالتفصيل في البلاد. ما في البون مش مكتوب حاجه، مكتوب بس مجرد سطر، اخد بالك هو الاساسي بتاع البلاد. طب ايه البريسابيتال تست بقى؟ البريسابيتال تست اول ما يجي لك نفتكر كده اول حاجه تقول لي البرنسبل بتاعه ايه؟ اعتمد على ايه؟ دي اول حاجه. الايم بتاعه ايه؟ ازاي هتحضري للانتي؟ ازاي هتحضري الانتي بطل؟ هتقولي لي البروسيجر بتاعه ايه؟ اشتغل ازاي؟ والطرق بتاعته اللي بتستخدميها الماسوس ايه؟ هي دي الحاجات الاساسيه بتاعت البريسابيتال تست. طب عشان ايه؟ اول حاجه برنسبل اعتمد على وجود البي البروتين، اعتمد على وجود البروتين فين؟ في الماده اللي انت جايباها، سواء دم سواء سيمن سواء بون، يبقى اعتمد على وجود البروتين. It is antigen antibody reaction، هيعمل عملية precipitation بمعنى انك هتحطي الانتيجين، الانتيجين اللي ماشيش عارفاه unknown، على الانتيبودي اللي انت المفروض عارفاه انتيجين، لو اتعرفوا على بعض وحصل precipitation يبقى ده انتيجين بني ادم. بمعنى ان هدفه ان يقول لك ده حيوان ولا بني ادم. human or animal protein، بصي كلمه بروتين، انا ما اقولش animal or human bone، انا ما اقولش animal or human blood، هو ما يقدرش يرد يقول لك ان ده دم، لا هو يقول لك الحاجه دي بتاع البني ادم. الحاجه دي ايه يا ابني؟ لا ما اعرفش، blood ولا bone ولا دينا، انا اعرف ان دي بروتينات بني ادم بس، دي بروتينات لكن ايه نوعه؟ لا. فدي طبعا ممكن تيجي ام سي كيو بسهوله، لان البريسبشن يقول لك ده بلاد اور نوت بون اور نوت، لا هو يقول لك هيومن اور انيمال بروتين، ده الكلمه بتاعك خلاص. طب نيجي بقى ازاي تحضري، ازاي تحضري التاست وازاي عليكي البروسيجر ازاي. طب نخلص من الماتريز عشان الماتريز ما فيهاش حاجه، حاجه اسمها ماكرو بريسبشن، حاجه اسمها مايكرو بريسبشن، حاجه اسمها جلد فيوجن تكنيك. يبقى الماتز اللي احنا بنستخدمها يا نمره واحد يا اثنين يا ثلاثه، ماكرو بريسابيتال او مايكرو بريسابيتال او جلد فيوجن تكنيك. طب يعني ايه؟ ماكرو يعني كبير، يعني هجيب تست تشوف كبيره، اصل الدم ده عندي بوفره عشان كده انا مش همين، هجيب تست تشوف كبيره. مايكرو يعني صغير، هجيب تست تشوف صغننه عامله زي الكابيلاري تشوب رفيعه قوي، اصل انا يا دوبك عندي نقطه دم كده فخايفه عليهم، لازم اجيب تست تشوف صغننه. جلد فيوجن تكنيك هجيب اجار، هجيب اطفال تكنيك خلاص، زي المايكروبيولوجي اللي هو الاطفال اللي بيبقى فيها بالظبط خلاص تمام. يبقى عندي يا مايكرو بريسبتن استخدمها تست تشوب كبيره، يا اما مايكرو تست تشوب صغننه زي الكابيلاري تشوب، يا اما الاطباء الجلد فيوجن تكنيك خلاص. طب يبقى كده خلصنا الثلاث عندنا دول بقى. نيجي بقى ازاي نشتغل على التست ده او نعمله ازاي؟ هحضر الانتيجين ازاي وهعمل الانتي بودي ازاي؟ طب الانتيجين هو ده الانون اللي جاي، انا ماليش عارفه ده انتيجين ايه، بروتين بني ادم ولا حيوان. الانتي بودي لا ده نون، هحضره انتي هيومن سيرم، انتي هيومن انتي بودي يعني. اجيبه منين؟ هجيب ارنب احقنه ببروتينات بني ادم يرد عليا معترض بالانتي بودي بتاع البني ادم، يبقى انا كده جبت ايه؟ انتي هيومن انتي بودي. جبته منين؟ من الارنب. قالك جبتيه من الارنب بس اقفي بقى، لازم تحضريه عدل. احضره عدل يعني ايه؟ مش فاهمه الكلمه دي. تحضريه عدل يعني تخليه A B C D، يعني ايه اخليه A B C D؟ ده طريق تحضير. تخليه average واقف في النص، تخليه potent تخليه قوي جدا، تخليه clear تخليه diluted،
هو ده تحضير الانتي بودي. ما ينجحش غير لو بتخلفيه اي بي سي دي. يعني ايه؟ انا كمان حابه هقولك ان انا هحط الانتيجين على الانتي بودي ونشوف النتيجه. تمام؟ عشان اشوف النتيجه انت هتشوفي ايه؟ انا في الاخر هشوف رينج رينج اوف بريسبيتيشن كده. طب انت جايبه ليه كلمه كلير؟ جايبه كلمه كلير لان ما ينفعش تجيبي انتي بودي من الاول في شوائب، في شوائب كتير. لو في شوائب كتير هل انت هتشوفي الرينج اوف بريسبيتيشن؟ مش هتشوفيها عادي. بس انا هتشوفيه فين ده؟ فين البريسبيتيشن الحمراء؟ انا مش شايفه، ده عباره عن شايفه كل الدنيا كلاودي. فلو سمحت جيب الحاجه نظيفه، جيب الانتي بودي يكون زي الفل، يكون بيور. عشان كده نقول لازم يبقى كلير عشان تشوف البريسبيتيشن اللي هيحصل كمان ربع ساعه. خلاص؟ طب كلمه بوتن لازم يبقى سترونج. الانتي بودي بنحضره بطرق معينه بحيث الكميه منه نقول احيانا ايه ال 0.1 مللي قابل انه يعمل بريسبيتيشن ل 2 سي سي انتيجين. بصي كميته قد كده بس قادر انه يرطب ويعمل بريسبيتيشن بكميه انتيجين رهيبه. يبقى لازم يبقى عنده القدره للترطيب عاليه بريسبيتيشن. خلاص؟ طيب كلمه افريج، افريج يعني ايه نيوترال؟ لا هو ناحيه الالكلاين سايد ولا ناحيه الاسيتك سايد. ليه؟ تو بريفنت بريسبيتيشن باي بي اتش تشينجز. منها دي ونا. يعني ايه بريفنت بريسبيتيشن؟ يعني انا لما يحصل لي بريسبيتيشن كده يجي واحد يطلع يقول لك ايه ده حصل بريسبيتيشن عشان هو الكلاين عشان هو انسيدك والميديم بتاعنا اكتيف. يعني انا بمنع النقاش في حته البي اتش، اقول له ما تتكلمش على الالكلين والاسيد انا محضراني يوتشر. طب لازم اخليه دايليوتد، اخففه قوي 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 قوي. تو بي سبيسيفيك يعني ايه؟ تو بي سبيسيفيك برفع درجة حساسيته، السنسيتيفيتي بتاعته. يعني ايه؟ قالوا لي لو هو مش سبيسيفيك، مش هو دايليوتد، معنى كده هو انت الانتي بودي بتاعك ده المفروض دراسه مين؟ قلت لهم الانتيجين بتاع البني ادم. قال لي تخيلي لقيناه انه غبي بيرطب كمان الانتيجين بتاع الاناظر ماميليان اللي شكلنا في ماميليان قريبين مننا اللي احنا بنشتغل عليهم التجارب بالاكسبيرمنت الارنب والجينيا بيج دول، الحاجات دي قريبين مننا جدا. فمعنى كده الانتي بودي ممكن يرصد حاجات انيمال ثانيه قريبه مننا. قلنا لا مش عاوزين كده، احنا عاوزين نعمل بريسبتيشن لمين؟ يعني بريسبتيشن للهيومن اونلي. طب انا اعمل ايه؟ افضل اخففه واقعد اعمل بعض التجربه بتاعتها طويله، اقعد اجرب مع الانيمال هل استجاب للانيمال؟ لسه بيستجيب. استجاب للانيمال لسه. اول ما يرفض اي انيمال يبقى كده حساس قوي. يعني ايه حساس قوي؟ ما يستجيبش غير البني ادمين بس، يبقى كده اشتغل بيه. كده انا رفعت درجه السنسيتيفيتي بتاعته، ان انا عملت له دايليوشن بحيث انه ما يتعرضش على اي حد غير الهيومن بتاعه. فعشان كده بقول بمنع حاجه اسمها انذر جروب رياكشن، بمنع انه يعمل بريسبيتيشن مع الانذر جروب، الانذر اللي هم انيمالز اوف ذا سيم جروب. خلاص؟ طب تعالي بقى في الانتيجين. لا ما بتعترضش، في ناس تقول لك بتعترض، لا ما بتعترضش، درجة حساسيته ما بتعترضش، بالعكس درجة حساسيته عالية، ده يدل البوتل بتكلم على الكمية، كميته الصغننة قادرة إنها تعمل بريسبشن بكمية كبيرة أنش. الثانية بتكلم على الكواليتي، الكواليتي بتاعه ما يردش غير عليك أنت بس، أما الأنيمالز التانيين لا، خلاص؟ فما بيعترضوش مع بعض، خلاص؟ تعالي بقى الانتيجين نفس الكلام، تحضير الانتيجين لازم الاي والبي والسي والدي، نفس الكلام. انك بتجيبي الانون الامون ستين اللي انا مش عارفه دي ايه بالظبط، دي دم ولا مش دم، مثلا سي انها على هدومي. بنقعها كده في طبق في صلاين لغايه بالليل، لغايه الصبح يعني. اجي الصبح اخد المنقوع بتاعها ده واشتغل عليه، هو ده الانتيجين. انا بدور على البروتينات اللي نزلت هنا. البروتينات بتاعت الدم اللي نزلت هنا، اجي اخدها واشتغل عليها. يبقى بشتغل على الايه؟ منقوع الصلاين ده اللي فيه جواه ايه؟ بروتينات بني ادم او حيوان، مش عارفه بروتينات مين. خلاص؟ نفس الكلام برضه بعمل ايه؟ بي سي دي. طب تعالي شوفي بقى الشغل وانت هتفهمي اكتر. بروتيجر بنعمل ايه؟ بنجيب انبوبه من الاثنين، الانتيجين ده، ما انا مش عارفه انبوبه الانتيجين دي بروتينات ولا حيوان، فبجيب انبوبه كده
احط فيها الانون انرجي اللي هو المنقوع بتاع الصلاين. اوكي طيب اجيب انبوبه جنبها اخد يعني اقسم الانتيجين الصلاين ده اقسمه على كذا انبوبه ادي انبوبه واحد واثنين وثلاثه مثلا كل ده في انون انرجي. اوكي طيب احط في انبوبه نمره واحد الانتي هيومن انا عارفه الانتي هيومن ده انا محضره من الابنس بحضر انتي انيمال انتي انيمال نوع معين انيمال 1 وانتي انيمال 2. اوكي تفتكروا يا اولاد انبوبه واحد ولا اثنين ولا ثلاثه اللي هيحصل لها رينج بريسبتس لو بني ادم لو الدم ده بتاع بني ادم طبعا لازم بعد ربع ساعه تشوفي كده هل هتشوفي باثنين وثلاثه؟ اثنين وثلاثه لا قال لك احلفي بالله العظيم ده بتاع بني ادم قلت له ماشي بس تعالى نعمل كنترول عشان ناكد الكنترول ده بتاعنا ايه؟ الكنترول بتاعنا انبوبه عارفه ومتاكده ان فيها انيمال بلاد الانبوبه اللي جنبها عارفه ومتاكده ان فيها هيومن بلاد صح؟ صح الانبوبه اللي بعديها هحط حاجه اسمها صلاين الانبوبه الرابعه هحط الكلود هم دول الكنترول يبقى الحمر دول هم دول الكنترول خلاص؟ انت خلاص انت فهمت الجزء ده؟ ان الدم طلع هنا وخلاص ده دم بني ادم بس ما تحلفيش استني استني اما تشوفي الكنترول تقارني بالكنترول اقارن بيه ان انا اجي عند الانابيب الحمراء احط الانتي هيومن كل الانابيب الحمراء احط الانتي هيومن انتي هيومن انا بعمل كنترول يعني هعمل زي الانبوبه اللي هي بتاعتي انا دلوقتي بشتغل على الانبوبه دي حطيت انتي هيومن هنا احط انتي هيومن في كل صح تفتكري انهي انبوبه هلاقي فيها رينج برنسبل هيومن اللي هي الانبوبه دي مش كده فانا بقى لما يجي حد يقول لي اقول لهم شفت يا اولاد ده هيومن خلاص فيقول لي يا شيخه بس الهيومن ما بيبقاش كده اقول له ليه ما بيبقاش كده بص اهو ليه كل كده اصل الانيمال قلت له انيمال اهو الانيمال ما حصلش فيه اي حاجه ما بتكلمش عن الانيمال ففي واحد تاني هيرجع يقول لي بقول لك ايه انت ما عملتش الصلاين طب ايه رايك بقى ما الصلاين دي حاجات بتتغير وهي بتعمل بريسبتس يعني ايه يعني ليه بريسبتس ده عشان الصلاين قال لي اه قلت له حلو بص انا جايبه لك صلاين نظيف وحطيت عليه الاكشن اللي هو ما عملش حاجه يعني جايبه لك صلاين من العلبه اللي انا استخدمتها من الازازه اللي انا استخدمتها فما تقوليش الصلاين في حاجه الصلاين اهو بريء ففي واحد رابع قال لي بقول لك ايه انت البقعه جايباها منين؟ من الكم بتاعك؟ طب ايه رايك بقى؟ لا ده القماش ده فيه نايلون بنسبه كذا والنايلون بيطلعوه بيجمنت كذا دخل لي اللبس اللي هو سبب البريسبت فرحت انا اخدح جزء من اللبس جزء من اللبس نظيف يعني انا البقعه مثلا عندي هنا انا خدت حته من اللبس من بعيد انا ستيند كلوزت ورحت جايبه الكلوزت عشان اتفكر ان الكلوزت بريئه الكلوزت ما بتعملش بريسبت مع الانتي بودي يبقى معنى كده اقسم بالله العظيم ان البريسبتس ده عشان ده انتيجين اوف هيومن فهمت ولاد الكنترول مش شغال ازاي؟ كلمة صلاي مكتوب عندك في الكتاب اكستراكتور اكستراكتور لان انا بالليل خرجت الانتيجين بالصلاي فاهمين يا ولاد اكستراكتور اللي هو اللي خرج البقعة من اللبس اللي قعديها في الصلاي وخرجت فعشان كده كتبت بدل صلاي كتبت اكستراكتور في حد عايز اعيدها البروسيجر في حد مش فاهمها حد عايز اعيدها اعيد لا يبقى في لخبطه طبعا اه يبقى هو اساسا مش اه في تسلسل اه في تسلسل اكبر منك لكن يبقى ده مش بني ادم ما اقدرش احلف بقى لو لا بس البريسيبتم عندنا على فكره من الحاجات اللي هي 99% اكل ما انا بعشق كده بقول لك ممكن يبقى في لخبطه في شغلك ولكن عايز تتاكد في تاكد تاني اه البروتين ده بني ادم بني ادم حسيه طيب انا عارفه البروتين ان انا حقنان انا حقنه بروتين مش قانون نوع بروتينات فات بني ادم ولا حيوان لا حيوان ما هو ما يعملوش مش سبيسيفيك لبروتينات معينه لا اي بروتين
بيطلع اي بروتين يطلع نفس الانتي بودي، مش بيطلع انتي بودي لبروتين معين، غير بقى لو انا هعمل الكتروفوريسز والحاجات دي، دي اللي ممكن تطلع زي ما انا هقول كام حبه تطلع بروتينات معينه، لكن احنا ما بنعملهاش. لا لا لا، في فانس كتيره، بس هو الفانس ده ما بيطلعلكش الجنرال بروتين، لكن انت لو عايز سبيسيفيك بروتين لازم بقى الالكتروفوريس اشتغل باجهزه ثانيه. لكن انا النهائي انا مش عايز اعرف بروتينات ايه، انا عايز اعرف ده بني ادم ولا حيوان. طب نخلي معلش الاسئله في الادب ولا اوكي يا ولاد كده ايه الفانس خلاص بريسابيتال اللي هو ده خلاص عرفت انه بني ادم. تعالي بقى قولي لي ده بني ادم ايه سيرتن بيرسون، يعني نوع البني ادم ده مين؟ انتي ولا انا ولا عشان نطلع بقى الاسئله. يبقى بيلونج تو سيرتن بيرسون. ازاي بيلونج تو سيرتن بيرسون؟ طبعا بالبلاد جروبنج بقى، عشان اقول لك انتي بلاد جروبنج او الدي ان ايه. طبعا الدي ان ايه هي الكلام الاكيد والكلام الاخير، هو ده الايه جود بوزيتيف يس اور نو ايدنتيفيكيشن، يا يا لا. مكتوب مؤقتا كده ان الدي ان ايه بيتعمل بطريقتين، البي سي ار بوليميريز تشين رياكشن او ريستريكشن فراجمنت لاند بوليمورفيزم. دول ماثودز، ماثودز بتعمل الدي ان ايه سايزنج بالبي سي ار، ده بيبقى فيه امبليفيكيشن. يمكن اخدتوها في البايو كام سنة يعني؟ انا حاسس في المايكرو؟ انا فاكر البي سي ار اللي تحس دي ان ايه بتعمل لها امبليفيكيشن كتير وتطلعيها. الثانيه ريستريكشن فراجمنت لاند بوليمورفيزم، ده مش بقى بيبقاش فيها امبليفيكيشن، نو امبليفيكيشن. يعني دي طريقه ودي طريقه حسب كميه الدي ان ايه، ليها طرق يعني حسب الحاله ايه والجريمه ايه والكلام ده. باختصار كده انا مش عارفه انزل لكم الدي ان ايه بالتفصيل في الكتاب ولا لا، بس لغايه دلوقتي ما هو كان المفروض ينزل في البلوج، لا في البلوج ما نزلش والايدنتيفيكيشن ما نزلش، فما اعتقدش ان هو هينزله بالتفصيل، ولكن للفكره كده عشان تبقي انت متخيله ايه موضوع الدي ان ايه. كلمه لانس بوليمورفيزم ان اللانس متعاده كتير، بمعنى ايه؟ انتوا فاكرين التشين بتاعه اللي هي الادينين قدامها تايمين، تايمين قدامها جوانين، فاكرين يا اولاد الحاجات دي التشين خلاص؟ طب انا دلوقتي مثلا اي سي جي تي بعدين اي سي جي تي الاربعه دول اي سي جي تي اي سي جي تي متكررين عندي 3450، انتي 3451، انتي 3452، يبقى السيكونس هو اللي بيحدد لي ده ده منين، متكررين كام مره. فدي اللي قلت عليها لانس بوليمورفيزم، الطول مش اللانس وبس، السيكونس بمعنى ايه؟ ممكن يبقى زي بعض بالظبط، يعني زي بعض بالظبط ايه؟ بصي كده مثلا زي بعض بالظبط، المصدر يقول زي بعض بس في اختلاف، اختلاف ايه؟ ان هنا جي قبل السي، امال انت عندك السي قبل الجي، سيكونس. يعني انا متكرره عندي الحته دي 3450 وانت 3450، بس الفرق ان السي بتاعتك قبل الجي، انا جي قبل السي، فدي اسمها سيكونس. زي بالظبط كده انت الاول واحده يعني في الشغل، لا لا دول زي بعض، لكن فعلا ما بيبقوش زي بعض. زي مثلا كلمه انالايز احيانا اكتبها انالايز لاول واحده تكون دكتيفيكال، فاي هتلاقي فيه اس وزد، صح؟ عندنا كده عشان افرق ده دي ان ايه بتاع مين، يا بشتغل على اللانس على الطول انت دورك قد ايه طول التكرار، يا اما بشتغل على السيكونس الحروف اللي هي المتغيره. دي الفكره ببساطه يعني حته الدي ان ايه دي خلاص، وتحدد يس اور نو ايدنتيفيكيشن، ده دم فلان كثير من فلان، ده خلاص ما فيهاش كلام. ها تحدد الاطفال ده ابن الراجل ده، ها يعني ده ديسبيوتد باترنتي دي ما فيهاش كلام. الناس اللي بتقعد تشكك اصل في نسبه 1% ده مش هتاكل يهبلوا انهم يقول لك ده اصل احتمال يطلع مش عارف لو ابنك عادي فدي ايه؟ فده طبعا هم عاوزين يدخلوا دلوقتي القوانين يقول لك ان يعني مش غصب عن عين الولد اللي يعمل دي ان ايه، لو قال لا خلاص لا هم عايزين يدخلوا القوانين، لا لازم يبقى غصب عن عين اللي يعمل دي ان ايه. يعني هيومن رايت بيقول لك لا انا المفروض يقول اه ولا لا، لا لا مش اه ولا لا، دي حقوق طفل. تمام؟ دي بالنسبه للدي ان ايه باختصار لغايه ما نبقى نتكلم على السكشوال اوفنسز.
طب تعالى بقى البلاد جروبين. البلاد جروبين اقل اهميه ولكن من الامكانش ان لها الدي ان ايه برضو الى حد ما انك تعمليها في كل قضيه غاليه. فالبلاد جروبين بتيجي مكانها. البلاد جروبين بقى هنتكلم على ايه؟ هنتكلم على الار بي سي، هنتكلم على الوايت بلاد سيل، هنتكلم على السيرم اللي بتدوري حاجات معينه. طب تعالى نتكلم على الوايت بلاد سيل. هتدوري على الهيومن ليوكوسايت انتيجين. على الليوكوسايت بيبقى فيها انتيجين، ها؟ هيومن ليوكوسايت سيستم، يبقى على الليوكوسايت فيها انتيجين في حاله الشخص الفلاني. ايه بقى دي؟ A و B و C و D، وعندك دكتور وعندك دي كيو. دي انواع الانتيجين اللي ممكن تلاقيها في الوايت بلاد سيلز. يعني ايه؟ بمعنى انا بلاد جروب A وانت O وانت B، خلاص؟ دي لسه هنتكلم فيها الار بي سيز اللي انت عارفاها. الناس متقسمه برضه ليوكوسايت عندك، انت عندك انتيجين A بس انا عندي انتيجين دي ار، امال انت عندك انتيجين دي كيو. فمعنى كده ان كل واحد ليه انتيجين في الوايت بلاد سيل. دي بتفيد منك في الايدنتيفيكيشن. بمعنى ايه؟ انا قلت لك ان احنا بلاد جروب ايه؟ قال لك خلاص اقلبي على الوايت بلاد سيل هتلاقوني انا بي وتالر دي ار. يبقى معنى كده ان احنا اكيد هنختلف في حته هنقع فيها، مش هنبقى زي بعض على طول. ما احنا الاثنين صف، هم قالوا لنا ان شاء الله هم دول الاثنين المتهمين، اشتغلي عليهم. فانا ابتدي امسك الدم اشوف بلاد جروب ايه، طب احنا زي بعض، انقل على خطوه ثانيه اشوف طب الوايت بلاد سيلز كيف اختلفوا. فاهمين انا؟ طب دي بالنسبه لليوكوسايت. بالنسبه للسيرم بدور على ايه؟ بروتينات. سيرم بروتين بولي مورفيزم. سيرم بروتين بولي مورفيزم. ايه انواع البروتين؟ بلاش بقى تذاكر كل الكلام اللي مكتوب، هو مجرد انواع البروتين بندور عليها. هاتو جلوبس، بندور على اللايبو بروتين، بندور على بروتينات اسمها جي سي وجي ام. بس بلاش بقى النبات كتير، هما اربع بروتين مشهورين. هابتو جلوبين، لايبو بروتين، جي سي، جي ام. يعني ايه؟ يعني مثلا انا هابتو جلوبين 1 1، كان هابتو جلوبين 1 2. احنا عندنا كل واحد ليه هابتو جلوبين سبيسيفيك. مصطفى هابتو جلوبين 1 3، يبقى كل واحد ليه شكل معين في البروتينات. نفس الكلام اللايبو بروتين الجي ام اللي هي الهيموجلوبين، يعني اللي فيها جي ام 1 جي ام ال جي ام دي حروف، خلاص. برضه جي تي دي نوع برضه من البروتين. اوكي، دي مجرد تعرفي بس اتين. اوكي، ادخلي بقى على الكلام المهم. طبعا الار بي سيز اهمهم على الكلوك. طب الار بي سيز عندك يا اما انتيجين، اتكلمي على الانتيجين. اوكي، يا اما عندك هنتكلم على الهيموجلوبين، يبقى كده الوايت بلاد سيلز خلاص، السيرم بروتينات برضه خلاص. احنا دلوقتي بقى بنتكلم على الار بي سيز اللي هي المشهوره. يا اما بتكلم على انتيجين، الانتيجين اللي هي المشهوره بقى. ايه الانتيجين المشهوره؟ اللي هي الاي بي او سيستم، الار اتش سيستم، الام ان سيستم. دول اشهر ثلاثه سيستم، هم دول انتيجين موجودين على الار بي سيز. خلاص، ايه ده بقى؟ واما الهيموجلوبين يا اما الانزيم. في انزيم برضه على الار بي سيز. بمعنى ايه؟ الاي بي او سيستم، ان زي ما انا قلت لك احنا بنلعب كلنا في ايه؟ في اربع انواع، يا ايه يا بي يا اي بي يا او. خلاص كده، فعشان كده العمليه بتاعت الاي بي او الجود نيجاتيف ان هو ما دي برضه مش حلوه. ان انا اقول مثلا حتى في الديسبيوت الباترنتي ان انا اجي، يعني كمان حابه هقولها، ما اقدرش اكد، ما اقدرش اكد اقول والله العظيم، لان في مليون الف واحد بلاد جروب ايه زيك. تمام، فانا بلاش الاي دي او، ما تلجئي للار اتش. الار اتش متقسمين للنيجاتيف والبوزيتيف، فبرضه انا بستخدم الار اتش. يا ترى انا وتامر إيه؟ خلاص احنا بقينا ايه زي بعض. طب لما نشوف الار اتش، هو جاي يطلع بوزيتيف وانا نيجاتيف، يطلع بوزيتيف وانا بوزيتيف، بس مثلا هو بوزيتيف وهو زايدت، انا بوزيتيف يصيروا زايدت. خلاص، قال لك ما ينفعش الجاي على الام ان، جاي ما تكونيش تمشي على الام ان سيستم. الام ان سيستم الناس كلها بتلعب في ثلاث انواع، ان وان وام ان. يعني ايه؟ ها؟
25% من المجتمع بلاد جروب ام. طب وال 25% الثانيين ان، ال 50% ام ان. يعني انا لو اخذت زي الاي بي او انتجن على الارض دي، يعني انا لو اخذت جمع اقول لك انت بلاد جروب ايه، انت عارف المعلومه دي عشان تعلمتها. لكن انا ممكن اقول لك انت بلاد جروب ايه الار اتش بتاعت البوزيتيف في الام ان سيستم، انت ان. امال اخوك يكون اخذ ام ان، يعني حسب ال زي الاي بي او الاب والام والاب. بس خلي بالك هنا الام والام ار دوميننت، يعني مفيش ريسيسيف. انتوا عارفين الاي بي او كان الاو ريسيسيف، لكن الام ان لا. يعني بمعنى لو الاب ام والام ام غصب عن العيال كل العيال لازم تطلع ام. لو الام ان والاب ان كل العيال لازم تطلع ان، مفيش حد مستخبي، لان هي الجينوتايب بتاعتها ان ان، الجينوتايب بتاعتها ان ان، لانهم دوميننت مفيش حد دوميننت على الثاني خلاص. لكن لو ان ان خلاص هيبقوا ظاهرين جنب بعض ان ان. فعشان كده دي نوع من بلاد جروب. طب دول الثلاثة سيستم الكبار. في سيستم ثانية لازم تعرفيها، ولازم تعرفي اساميها. اربعة وخمسة حاجة اسمها لويس، حاجة اسمها لوتران، ستة حاجة اسمها كال، سبعة حاجة اسمها كيد. يبقى كال وكيد ولويس ولوتران سيستم، كلها انتجن على دمك على الابيتيز. يعني تمانية وتسعة حاجة اسمها اكس فاكتور وحاجة اسمها بي فاكتور. البيك فاكتور جاي من خنزير، اكس فاكتور وبيك فاكتور. بمعنى ايه؟ يعني انا مثلا اتكلم عن نفسي، انا بلاد جروب ايه في الار اتش بوزيتيف، في الام ان انا ام، طب في اللويس انا لويس ايه، انت ممكن تبقى لويس بي، عندنا بالاي والبي والسي كل واحد ليه. فانا عشان كده انا بقول انا وتامر قاعدين بنشارك في كل حاجه، اكيد هقع في الكيب، هقع في اللوترن، هقع في هنختار مع بعض في حاجه. فالبلاد جروب برضه عندنا مهمه خلاص، بس انك تعملي كل السيستم كل الانتيجين. طبعا عباره عن انتيجين على الار بي سي. طب الهيموجلوبين قال لك برضه في انواع هيموجلوبين، لويس لوترن كال وكيد اس تو بي، حاجه اسمها اس فاكتور بس بيتو فاكتور، اس فاكتور والبي فاكتور خلاص. لويس لوترن كال وكيد اس ودي، في حاجه مكتوبه عندكم اسمها دافي، دافي اللون. نعم دافي مسمى اس واي خلاص. الهيموجلوبين بيقول لك في انواع هيموجلوبين، انتوا عارفينها بقى، الافضل هيموجلوبين، الفيتا هيموجلوبين، انواع الهيموجلوبين يعني ما بتستخدمهاش دي، انواع الهيموجلوبين ادلت او فيتا او في حاجه اسمها تي هيموجلوبين. طب بالنسبه للانزيمز بقى ما تحفظليش برضه الانزيمز كلها، احفظ الجي 6 بي دي عشان مشهوره، مش كده انتوا عارفين الجي 6 بي دي مش كده؟ فانت احفظيها دي واحفظي بقى بجم وبجد، بس هما كفاية عليهم دول. فوسفو جلوكوميوتيز، الثانية فوسفو جلوكونيت دي هيدروجينيز، يبقى حطي كفاية ثلاثة. ايه ده ايزو انزيم؟ يعني ايه مثلا واحد دي جي ام 2، واحد دي جي ام 1، واحد دي جي ام 3 كده، دي ايزو انزيم بتبقى موجودة على الار بي سي، كل واحد دي ايزو انزيم مختلفة عن الثاني. الالكتروفوريزس بيطلع يبقى جي 6 بي دي والفوسفو جلوكوميوتاز والفوسفو جلوكوميت دي هيدروجين. في انزيم طبعا كتير بس كفايه عليك كده. طيب اخر حاجه بقى، ده سؤال طبعا ريتن برضه فيري امبورتنت ميديكال ليجال امبورتنس اوف بلاد جروبينج، قولي لي ايه الاهميه الطبيه الشرعيه انك تعملي بلاد جروبينج؟ اكتر تبقى من كلامي كده فعلا الديسبيوتد باترن. يبقى ميديكال ليجال امبورتنت of blood grouping، أول حاجة identification، ثاني حاجة disputed paternity، ثالث حاجة incompatible blood transfusion اللي هو hemolytic blood transfusion reaction. هما دول الثلاث حاجات الأساسيين medical legal importance بتاع blood grouping. تعالي الايدنتيفيكيشن قالك في الاحوال المدنيه اسمها سيفل كيسز والاحوال الكريمينال في الجرائم. يعني السيفل كيسز بتسمي ايه؟ اول حاجه بيرسونال ايدنتيفيكيشن او بيرسونال ايدنتيتي كود،
يعني ايه كان ايام زمان اللي هي البضاعة القديمة عايزين نرجعها تاني يعني الحتة كلام اللي يبقى مكتوب عندك بلاد جروب او بلاد جروب ايه في بضاعة شخصية ودي حاجة فعلا كويسة رخصة؟ اه فعلا دي بقى اي كلام يعني بالواسطة بس هما بيقولوا عاوزين ليه لان دي في الامرجنسي بدل ما اقعد لسه اعملها كروس ماتش ده طبعا على طول بتاعتك واشتغل على طول فهم بيقولوا بس بلاش حته قطعنا من اي كلام دي هي كانت بتبقى مضروبه دي فعايزين يدخلوا البايومتركس اللي هي بصمه عينك وبصمه اللي زي في بنوك كده تدخلي بصمه العين عشان تدخلي ولا ما تدخليش اه عشان مثلا انت تقول لا لا بس عايزه ميزانيه جامده فبالظبط تخليها قاعده في الانستجرام زانيه فدي دخلوها كانت حاجه حلوه قوي وبصمه رجلك والسناخ والشوز فزيت المعادن النوويه والحاجات دي لازم يبقى بصمه رجلك وعينك والايرس والراكنه عشان تعرف تقول يعني انت نعرفك ولا ما نعرفكش الكمبيوتر اتعرف عليك يبقى انت تبع عينينا ما اتعرفش عليك هدخل في المطار لا personal identity card اللي هي البطاقة الشخصية تاني حاجة pre marriage لازم طبعا قبل الجواز لازم تعرف انت RH الست اللي هتتجوزها النظام بقى هي بتاعت ال RH negative وهتتجوز RH positive وهتجيب عيل اريثروبلاستوزس في ثالث لازم تبقى عارف ال pre marriage دي حاجة مهمة جدا مش كده؟ نمرة ثلاثة ال blood transfusion اتفقنا مهم ليه؟ عشان ال blood transfusion وال emergency ابقى انا عارف على طول انا blood ايه؟ على طول يدوني ايه في الحالات ال emergency ده السبب الكريمنال كيسز بتبقى مشهوره قوي انك تجيبي من السيمن تجيبي من الصلايبة تجيبي من البلاد بمعنى انا بلاد جروبنج مش لازم انا عايزه دم لا انا ممكن اجيب بلاد جروبنج من السيمن ممكن اجيب بلاد جروبنج من الصلايبة تمام بس شرط انه يبقى سكريتور يعني ايه سكريتور يكون بينزل الانتجن في السكريشن بتاعه ما تتضايقش 85% من البوبيوليشن بينزلوا الانتجن في السكريشن 5% طب وال 15 لقينا لهم تيست تاني برضه بنعرف نطلع الانش يعني في الاخر احنا مش عايزين دمه كفايه السيمن بتاعه واقول له بلاد جروب ايه ها الصلايبه الصلايبه مش سكرت اللي هي عقد السجاير تكلم مش هتشوفي بواقي الصلايبه اللي عليه يبقى معنى كده البلاد جروب مهم في الايدنتيفيكيشن خلاص بلاد جروب مش بلاد لا جروبينج انما طلع جروبينج خلاص طب الديستيل باترنال الديستيل باترنتي مهمة في ايه؟ مهمة طب معلش نخليها في الاخر بس عشان الولاد هذي يمشي انا قاعدة بعد كده الديستيل باترنتي ايه احوال الكونديشن اللي بتتسأل فيها الديستيل باترنتي يعني انكار الابوة ها ان الفاضل ريفيو ذا باترنتي اوف تشايلد وده مش ابني بيسأل او باحوال ثانية اول حاجة دايما اقول ايه غلطة المستشفى غلطة المستشفى انها عملت ميكسينج في الايه في الماترنتي هوستل اللي هي مستشفى الجلاء ومستشفى الولاده يحصل لخبطه بين العيال فكل اسره تبتدي تتخانق لا ده العيل ده بتاعي لا ده العيل ده بتاعي فيبقى معنى كده لازم تعمل لهم بلاد جروبنج دي ايه عشان تعرفي ده ابن مين خلاص طب نمره اثنين احيانا بيبقى غلطه الطفل ايه غلطه الطفل ده ان هو تاه لوست تشايلد يرجع لك بعد 10 20 سنه رجع لك بعد 10 20 سنه طب انا مش عارفني ان ده ابني وانا اي واحد كده هاخده واسيبه بقى من قلب الام وانا حسيت بيه والكلام ده لا قلب الام ولا قلب الارض لو ما بيحصلش كده هي طبعا الام بتبقى فرحانه باي حاجه يلا اول وجهي خلاص الاب لا يعني هو النهارده يتصور قدام الاخبار ورجوع الضال ورجوع الابن الضال ورجوع بعد 20 سنه ويجيبوه في البيت ده جميل نيجي لك ثاني يوم حللي لي الواد ده يا ابني ما انت كنت فرحان ده وانا مش ضمني تحلي ولادي يبقى لازم يتحلل اعرف دي ايه وجلاسه بيد ايه وانا مش ابني طب انما ثلاثه بتبقى غلطه الام طبعا بيبقى احيانا الليجل عشان كده بنقول الفاضل دي نوي يقول لك ينكر يقول لك ده مش ابني لو هي مثلا بروستيتيوت او كده يقول لك انا مش عارف انه ابني لو هو مسافر وسايب مراته سنتين ورجع لها محلفها لا يبقى دي
خلاص قاعده المستشفى الصدر والام الحاضر، او يكون مثلا زي ما بيتخانقوا عيلتين بيتخانقوا على عيل. اوكي طب السبيشال باتنت بيتعرف منين بقى؟ استفعنا من اي بي او، استفعنا من ار اتش، من ام ان، من بقيه الحاجات، ولكن الكونفيرماتوري دي ان ايه؟ يعني ما ينفعش في السبيشال باتنت. انا جيت دلوقتي مثلا لقيت الام ام والاب يا سيدي ام والوقت طلع ام، وانا لازم احلف بالله العظيم ان طلع ان ده ابنك؟ لا. يعني مثلا او مثلا نقول الاب ايه خلاص والولد طلع ايه، خلاص بدل انا ايه وابني طلع ايه بدل ايه، لا مليون الف واحد ايه جايز خلاص. ولكن لو هو طلع يعني هو جود نيجاتيف اند نوت جود بوزيتيف، ده ما فيهاش كلام بقى. يعني لو الاب مثلا او والام او والوقت طلع ايه، لا جابها منين؟ فيبتدي بقى ايه منين؟ خلاص يبتدي بقى الار اتش برضه نفس الكلام، ال ام ان وبقيه الحاجات بتدي ان ايه هي على طول ايه بتحل المشكله، ابنك ولا مش ابنك وخلاص. بس ما بتتعملش، لا لازم بفلوس، لازم هو يجي ويعمل، هو لازم يجي ويدفع. Incompatible blood transfusion بقى اللي هي hemolytic blood transfusion reaction. hemolytic blood transfusion reaction يشتكي من ايه؟ ال IV هيحصل دلوقتي destruction ال RBCs اللي بتنقلي دم غلط. ال IV هيحصل increase in temperature، بدل increase in temperature هيبقى فيها معاها convulsion او rigor. هي ده ال clinical picture بتاعت hemolytic blood transfusion reaction، بتصير كتير قوي. اما يكتر الدم جواك هيحصل ايه؟ increase in temperature ورايجر او convulsion. السي هيحصل لك شفت بين كأن عندك انجينا بالضبط، ديسنيا. ليه عندك ديسنيا؟ decrease الاكسجين كارين كباسيتي. انت دلوقتي ضربتي الدم، طب الدم هو اللي جاي للاكسجين، مش الدم اتكسر؟ يبقى كان عندك انجينا مفيش دم بيوصل. طيب البي البيليروبين بيزيد جامد جدا عشان التكسير، يعني عندك جوندس مش كده؟ السي التوبيولز بتاعت الكدني اوبستراكتد. اوبستراكتد بايه؟ هيموجلوبين. جبنا لحد ما رينا فيه لاين بين هيموجلوبينيميا اند هيموجلوبينوريا. خلاص بصي كده لون النازل هيموجلوبين، تمام. يبقى دي الكلينيكال بيكتشر، انكريز ان تمبريتشر رايجر، بتشوف الشات بين، بشوف بيليروبين عالي قوي يعني جامبس، بشوف ايه التوبيولز بتاعت ديب الهيموجلوبينيميا اند هيموجلوبينوريا. طب ايه الانفستيجيشن اللي تعمليها؟ انت شفتي كلينيكال بيكتشر. اخر حاجه بقى ايه الانفستيجيشنز اللي انا اعملها؟ بعمل ادي العيان قدامي اهو، عايزين نثبت ان دي حاله ايه اخطاء منها، دي لا تنفيذ لي احد اخطاء منها. بتعملي ايه؟ بتاخدي عينه من فوق، بتاخدي عينه من تحت، بتاخدي عينه قبل، بتاخدي عينه بعد. هي دي الانفستيجيشن اللي انت بتعمليها. يعني ايه باخد عينه من فوق؟ يعني ايه باخد عينه من اكياس الدم اللي متعلقه فوقين، اكياس الدم او البطن، باخد هنا عينه عشان اثبت ان هم علقوا دم غلط، هياخدوا الدم الكروس ماتشنج هنا. خلاص طب باخد عينه من تحتيه، من تحتيه يعني باخد يورين، باخد يورين عشان اثبت هيموجلوبينوريا. هيموجلوبين جه في اليورين ازاي؟ قد ايه هيموجلوبينوريا. باخد عينه بعد الايه بوست ترانسفيوجن سامبل. ليه؟ عشان اثبت انا شايفه هيموليسيس اهو، شايفه اجلوتيليشن اند هيموليسيس، يبقى باخد عينه من العيان. ها بوست ترانسفيوجن سامبل. طب باخد عينه قبل بري ترانسفيوجن سامبل ازاي؟ ازاي اجيبه انا قبل؟ مش عارف ان كانت في قضيه من المعمل. المعنى بيبقوا سايبين السامبل اللي هم اخدوه، ما بيبقوا سايبينها وعليها ايه؟ ليه؟ عشان اشوف عملوا كروس ماتشنج صح ولا لخبطوا مع الاوضه الثانيه؟ ما ممكن يبقى في لخبطه في المعمل، فادوني العينات، والمفروض هم ما يعملوش ديسبوزل للحاجات دي، يعني هم المعامل نفسها تبقى قلقانه، تقول لك في المستشفيات الحاجات دي بتفضل موجوده لوقت معين لغايه خروج ولغايه العمليه يعني تعدي. لكن افرض جم بقى نتهمهم بحاجه، يقول لك خدي انا شغال كويس وعامل كويس ماتشنج البري ترانسفيوجن سامبل بتاعتي اهي. فعشان كده عشان تثبتي حاله هيموليتيك بلاد ترانسفيوجن او انكوباتبل بلاد ترانسفيوجن. خلاص يا ولاد السبت الجاي بقى ان شاء الله الرحمن هسال في الثلاثه شهر فاير ار هو شارد ابيوز وده. لا السبت يبقى حضرتك بس تسعه، لا ما عنديش السبت يا ولاد.